اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدا مع بعض تحليل منشطات صحف اليوم. هنبدا بجريده روز اليوسف، وتحت عنوان قمه الحضاره والتجاره، الرئيس يغادر مسقط متجها الى الامارات. ارجع تاني لضيفي استاذ عماد الدين حسين. تاثير الزياره دي على الازمات المتلاحقه للوطن العربي؟ بطبيعه الحال هي خطوه، اي لقاء بين زعيمين عربيين هو خبر جيد، لانه بيعزز علاقات البلدين وبيهدي الاوضاع في المنطقه، لكن عمان تحديدا بالفعل لها وضع خاص في المنطقة العربية. عمان من الدول القليلة جدا اللي هي مش مشغولة أو مش دايما مش منهمكة في سياسة محاور أو أزمات. لو حضرتك بصيت على خريطة الخليج، مجلس التعاون الخليجي، عمان لها وضعية خاصة فيها. يعني مثلا في توجه خصام طول الوقت بين الخليج وإيران. عمان واخدة موقف وسط. في الأزمة اليمنية فيه السعودية، البحرين، غالبية دول الخليج ما عدا قطر تقريبا دلوقتي ضد الحوثيين في اليمن. عمان واخدة موقف أقرب إلى الطرفين، وبالتالي استضافت أكثر من مرة محاولات الصلح. العلاقات حتى أيام الغزو العراقي للكويت أو الغزو أو الحرب العراقية الإيرانية، عمان طول الوقت كانت موقف أقرب إلى سياسة الحياد الإيجابي. فبالتالي باسمها بيبرز دايما في اوقات اللجوء لما بتبقى عايزه طرف حكيم او كبير يدخل يهدئ المشاكل. عمان كانت احد هذا الطرف الاساسي. من وجهه نظر حضرتك، يعني بناء على ايه عمان بقى دورها بهذا الشكل، وفي نفس الوقت في دول خليجيه بتتصارع على ما يسمى بالصراع السني الشيعي؟ عمان طبعا ناس كثيره مش واخده بالها انه واحده من الدول القديمه جدا، كانت امبراطوريه كبيره وكانت تسيطر على ساحل الخليج، كل ده كان اسمه حتى ساحل الإمارات عمان، الساحل العماني. كانت امبراطوريتها واصلة إلى زنجبار، وهي اللي استخدمت المواطنين ذوي البشرة السمراء بسبب وجودها في أفريقيا، وكانت دولة مهمة جدا في عالم التجارة البحرية العالمية، ومنها بحارة عظام يعني، فلها تاريخ كبير وطويل، وهي دولة حتى في موقعها الجغرافي شديدة الأهمية على مضيق هرمز المواجه لإيران مباشرة. فبالتالي إضافة إلى التركيبة السكانية بتاعتها، تركيبة فريدة شوية، السلطان قابوس هو مهندس هذه السياسة الأساسية، اللي هي فكرة إن هو يبقى فيه حياد أو إنه ينأى بنفسه عن المشاكل، يعني ما بيحبوش يدخلوا في مشاكل، ما بيحبوش يبقوا ملتحقين بدولة هنا أو هناك. فده إدى عمان يعني فرادق في الرؤية، خلى ليها دور مهم جدا في امتصاص الأزمات وليس العكس. يعني هل ده هيكون، يعني هل دور مسقط ده هيكون دور محوري في أي مفاوضات أو مباحثات قادمة فيما يخص أزمات الخليج؟ طبيعي. يعني عمان حتى في الأزمة اليمنية كانت يعني استضافت أكثر، حتى في أزمة اليمن قبل، لو نذكر اليمن أيام الحرب الانفصال التوحد، عمان كان لها دور مهم في هذا الأمر، وهي طرف وسطي ما بين دول الخليج وإيران في قضايا كثيرة جدا. ننتقل لخبر آخر من جريدة الوفد، وتحت عنوان اليوم اختار المستبعد من الانتخابات الرئاسية، الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في دعوة حظر ترشح المتجاوزين 70 عام. هل حضرتك بتتوقع ان يكون في بقى مفاجاه في اعلان اسم المستبعد من الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ اظن صعب جدا، يعني انتهى زمن المفاجات في الانتخابات. فكره السبعين سنه كما تعلمين غير دستوريه، يعني الدستور حط حد ادنى للسن، لكن ما حطش حد اقصى. فبالتالي خلاص، حتى الخبر اللي بيرى الخبر ان هي الهيئه بيقول النهارده تخطر المستبعد بقرار استبعاده واسبابه، خلاص يعني ما طب ليه من الاساس ما دام الدستور بيسمح بده كان في رفع القضيه امام محكمه الامور المستعجله؟ لا، الدستور بيسمح بانه كل الناس تترشح. بالظبط، حد رفع قضيه بيقول ان احنا نستبعد من وصل ال70. يعني مش هتقدر يعني تجبري حد انه ما يرفعش قضيه. يعني حتى لو بطالب بحاجه غير دستوريه عادي. من حقي يعني. من حقي يعني. وبالتالي من حق القضاء انه بيقول ان هو غير اختصاص، يعني الخبر نفسه بيحدد محكمه
المحكمة قضت بعدم الاختصاص وعدم استقبال الدعوة أساسا. هل ده مصيرها بقى بيكون إيه؟ هل بتتجه لمحكمة أخرى؟ لا لا لا، ولا خلاص لا بقى لا هي بتقف عند هذا الحد؟ الدستور يعني حدد الأمور فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، أنه القضاء الإداري ومحكمة، يعني سواء القضاء الإداري الأولي أو المحكمة الإدارية العليا بتاع، هي اللي بتحسم الأمر قبل الذهاب إلى الانتخابات. هو من وجهة نظر حضرتك بشكل عام، لما حد بيرفع قضية مثلا وهو عارف ان هي غير دستورية، ده بيبقى يعني عايز يعمل ايه؟ عايز يتشهر مثلا ولا في اسباب كتيرة؟ في حد بيراهن ان هو بيبقى جد وعايز ياخد حكم الجد، في حد تاني بيبقى عايز زي ما حضرتك تفضلتي اسمه يذكر في الاعلام، وما بين الصنفين طابور طويل. ناس كتيرة يعني عندها جنون التقاضي، يعني اسهل حاجة طلب ودعوة، ودي احيانا بتبقى نوع من تعويق الخصم، ان انا بأغرقك في سلسله من القضايا. في ناس ماهرين في مصر صحيح في هذا الموضوع، عشان اشتت انتباهك عن طبعًا انك تأدي واجبك طبعًا. او ارفع عليك قضيه حضرتك في 10 محافظات اللي هي بالظبط كده، يقول لك اجرجرك في المحاكم. من جريده اليوم السابع وتحت عنوان وزير الصحه وتصريح للحوم الدواجن البرازيليه سليمه وصالحه، الخبر ده انتشر في اليومين اللي فاتوا، الحقيقه فين بقى؟ الحقيقه طبعا يعلمها الله، لكن تقدري تتبيني ملامح رئيسيه. هذه يعني في النهايه ثوره هذه الدواجن هي الدوله. الدوله يعني يفترض بديهه ان مش هتستورد حاجه ضاره بالشعب. طبعا. قانونا يعني طبقا لما هو مدون على هذه الفراخ او هذه العلبه نفسها اللي جايه فيها، ان هي صالحه وسليمه، لكن مشكلتها ان هي فتره تصريحيه قليله. اظن في ناس قالوا نهايه فبراير، لكن ثبت انهم قالوا نهايه ابريل، نهايه مارس. هل ده صح ولا غلط؟ قانونا صح، ما حدش يقدر هم جابوها ليه؟ لان انت عايزه تخفض الاسعار. صحيح، انت بتحارب الغلاء بان انت بتغرق السوق بالبضاعه. يعني التصور مش عايز افتي، لكن ظن الشخصي ان تجار الفراخ في مصر استاءوا من هذا التصرف من الدوله، لان هي بتجيب فراخ رخيصه بتتبعت بسرعه شديده جدا، فاسهل اشاعه ايه؟ دي فاسده. فاسده، فانت بتضربي سمعه هذه الفراخ، فبالتالي بتقول للطرف اللي هي الدوله دي ما تستورديش تاني، ده لان انت بتحاربينا في اكل عيشنا وبتحاربينا في الارباح الكبيره اللي احنا بناخدها، فبالتالي احنا نضرك بالاشعاع. يعني اظن حضرتك بتظن ان ده ممكن يكون ضغط على الدوله. ده مش كلام، مش معلومات نهائيه، لكن انا بقول لك حضرتك في مرات كتيره وتجارب كتيره جدا، وده يوريكي قد ايه حقوق اللوبي بتاع الفساد في مصر. انه مجرد ان حد بيفكر انه يروح يجيب سلعه، لما انت بتستوردي استيراد مجمع زي فكره الادويه، ما جزء كبير جدا في الكلام اللي اتقال على الدوله وتدخل الدوله، هو انا لما اروح استورد استيراد مجمع لادويه واستورده بفلوس اقل، مش انا بوفر للبلد؟ طب في الحاله دي استاذ عماد المواطن بقى يتصرف ازاي؟ يعني المواطن برضو الشائعات اللي بتوصل له دي يتاكد منين ان دي شائعه ويبقى ما يديهاش انتباه ويبتدي، يعني زي مثلا موضوع الدواجن، زي موضوع غش الادويه، المفروض المواطن يعمل ايه؟ ما هو بيقرا في الجرايد. في الدواجن المفروض الدوله اظن طلعت مرتين ثلاثه اكثر من المسؤول، وقال بوضوح شديد جدا، ومركز معلومات مجلس الوزراء طلع وقالوا ان هذه دواجن سليم باكثر من طريقه، لان هم واخدين بالهم انه في مجموع لوبي كبير بيحارب هذه الخطوة، وده يوريك برضو انه الناس دي مش هيتسامحوا مع اي حد يحاول يضرب مصالحه، هو بيفكر في مصالحه فقط لا غير وارباحه بس. بيعملها ازاي؟ الحق دي فراخ فاسدة. هل الدولة، انا يعني انا اتمنى انه كان، انا ما اعرفش ليه الدولة تستورد برضو فراخ مدة صلاحياتها قليلة، يعني ليه انا ما استوردتش اكتر؟ هل ده بيخفض في السعر؟ اذا هي يعني سليمة اوكي، بس نمرة اتنين ودي جزء مهم جدا، انت عارفة في مصر شروط العرض وطريقة العرض بتاعت السلع، احنا بنبقى العربية واقفة في الشارع وفاتحة الضلفتين والفرخة منورة كده، اللي هي طريقة التخزين نفسه بقى سيئة. طريقة العرض سيئة والتهوية بالظبط، فدي ممكن تسبب، لان المفروض طبقا لما فهمته مثل هذه النوع من الفراخ ما ينفعش انت تستورديه وتحطيه في تلاجة تاني، ده انت بتاخديه بيطبخ على طول. لا لانه انت عايزه ما يتخزنش، ما يتخزنش، مش معمول التخزين بالزبط. فبالتالي قصر فتره الصلاحيه قانونيه ما فيهاش مشكله، لان هي المفروض انك بتاخدها بالزبط. يعني تتعامل على طول بالزبط. طيب احنا ننتقل بقى لجريده الوطن، ونشرت عنوان بتقول فيه ان الصحه بتحذر علاج مغشوش لفيروس سي.
لسه كنا بنتكلم في موضوع غش يعني السلع بشكل عام. طالما الصحة بتحذر وعارفة ان في علاج مغشوش، فين بقى الدور الرقابي؟ يعني يمكن كان في نفي برضو من قبل الصحة من شهرين ان ما فيش علاج فيروس سي مغشوش، ما هو ودلوقتي بقى في تحذير. بالضبط، الدور الرقابي ده بيشمل حاجات كتيرة جدا. احد المشاكل الكبيرة اللي احنا بنعاني منها ان احنا ما عندناش زي بالضبط كده يبقى عندك افضل دكتور في الدنيا وبيعمل افضل عملية جراحية، بس ما بعد العملية متابعة منعدمة، او ما يسمى عموما خدمة ما بعد البيع. طيب انا ايه، لانه زي محطات البنزين، ايه اللي يخلي محطات البنزين تغش تاخد البنزين جزء منها طبعا مش كلها وتحط عليه ميه وتخلطه؟ لانه بيبقى فيه جزء احيانا بعض مفتش التموين يعني منعدم الضمير. صح، الراجل امين الشرطه اللي مهمته يراقب المواقف بتاعه السيارات، ما هو العربيه بتخالف الكارته بتاعتها دي الا لما هي تبقى ضامنه انه مفيش حد يعاقب. القصة كلها احنا عندنا مأساة كبيرة جدا في مصر اسمها المتابعة والمراقبة. طب كده بقى انت هتعمل مراقبة على المراقب نفسه؟ بالظبط، يعني مش هقدر اعمل، لانه التانيين برضه هتجيب لهم مراقبة فوقيه. بالظبط، وبما ان فبتبقى القضية ان انت ازاي تقدري تعملي سيستم في المحليات تراقي هو نفسه يعني شغال صح، انه تكنولوجي، كاميرات مراقبة، في جزء الضمير ان انت بتعود الناس على الضمير والعقاب الرادع. يعني صح. القصة باختصار لو يعني دايما المثل العبقري بيقول لك من آمن العقوبة أساء الأدب. من آمن العقاب أساء الأدب. صحيح، أنا لما هو هيعرف إن هو هيسرق أو هيفسد أو هيهمل ولا يعاقبه أحد هيعمل ده. لكن في اللحظة اللي هو بيدرك إن هو هياخد عقاب رادع ثقة تمام إنه مش هيعمل ده. بس طبعا الخطورة في الأدوية تحديدا إنه يعني الواحد دي حاجة متعلقة مش قادر يتصور إنه في مين اللي بيجي له ضمير. بس على فكره نفس ازمه البنسلين اللي كانت مفتعله، ما هو برضه واحد ما عندوش ضمير عطش السوق. ده واحد قفل الشركه، كان مسؤول شركه القطاع العام، قفلها وتشارك مع اخرين في انشاء شركه قطاع خاص، فالفتره اللي بين الاثنين هي فتره تعطيش السوق. فبالتالي بيبيع براحته. لكن الموضوعيه هذا موجود في دول كتيره جدا. انا في دوله خليجيه فاكر جدا كان فيه دواء شهير بتاع القلب عاملينه من الجير، يعني للماده بدل الماده الفعاله حاطين جير فيه. لكن الفارق بيبقى ازاي ان انا بقدر اتحرك بسرعه، ازاي بعمل عقاب رادع، فالتاني اللي بيفكر يسرق او يغش او يدلس هيرتدع. صحيح، فانت محتاج يعني الرقابه الاداريه للموضوعيه بتبذل جهد كبير في هذا المجال. ده حقيقي، على محتاجين اكتر كمان جهد اكبر، ويبقى في اطار مجتمع كامل مش مجرد هيئه او جهاز واحد. نروح من جريدة الوطن وتحت عنوان التعليم أسئلة امتحانات الثانوية العامة بلا غموض وتعديلات على البوكلت، مصادر استبعاد السؤال متعدد الإجابة، وإسماعيل التقدم للمدارس اليابانية 15 فبراير والدراسة في سبتمبر. احنا دايما نقول الصحة، ملف الصحة وملف التعليم من الملفات الشائكة جدا. هل الخبر اللي بيخص المدارس اليابانية كده معناها لما كان السيد الرئيس أجل موضوع المدارس اليابانية لأسباب يعني ممكن تكون فنية أو إلى آخره، هل كده خلاص نقول إنه ده يفترض إن هذه خطوة؟ أنا كنت في اليابان وقابلت إخواننا بتوع جايكا. جايكا دي اللي هي الهيئة المسؤولة عن التبادل العلمي. طب احكي لنا بقى كانت المشكلة فين بالظبط؟ أنا رحت المكان اللي اتدرب فيه المصريين اللي راحوا هناك. فكرة الجايكا مش بس مجرد منهج و ناس بتدربيهم عليها، دي منظومه على بعضها. لان يعني زرت مدرسه ابتدائيه في اليابان، قعدت 3 حصص في الفصل. الناس دي باختصار يعني قاعدين بيشرحوا الدرس عادي جدا، الناس يعني احتفاء بيا، بيسالوا الطلبه الصغيرين على الحضاره المصريه، يتحدثوا عن الحضاره المصريه افضل من الناس اللي قاعدين في نزله السمان. بتيجي وجبه بياكلوها، بعد ما بياكلوا بيقوموا هم اللي بيشيلوا، الاولاد بتوع تانية ابتدائي الاطباق بتاعتهم يدخلوها الطرقه بتاعت الفصل، والفصل وطرقه اللي قدام الفصل بيمسحوها بايديهم. فهي فكره قايمه على اسمها المبادره الذاتيه، وبيقال انه ومن اهل المنطقه، يعني هي قايمه على ان انا باخد الطلبه بتوعي من المنطقه دي، بحيث ان هو مش بس بينظف المدرسه، هو مرتبط ما بين الحته اللي عايش فيها او المنطقه او الحي،
وبين الفصل، والمدرسين بيلعبوا دور تفاعلي كبير جدا طبعا. واعتقد ان ماده السلوكيات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي والنظافه والضمير بتبقى دي اللي بيتاخد عليها الدرجات العاليه لحد اعداديه، لحد مرحله اعداديه. ما انت بتزرعي ده. هو ليه احنا دايما يقول لك المواطن الياباني او الكوري او الصيني منتمي؟ أيه. هو بيغرس فيه ده من الصغر. صح. وبيغرس فيه مش بمنطق القوه والعنف، لا، انا بعايش الطفل الصغير يعني ايه بلده، يعني حضارته، يعني العالم كله، يعني هو مهتم بالدنيا. فانا بدون ده يعني انا ممكن ابعت، طبعا ممكن يبقى فيه الناس اللي راحوا اتدربوا في مصر ربما يكون مش هم اهل الاختصاص، بمعنى ان انا بدل ما ابعت مدرسين ابعت اداريين، او بدل ما ابعت اداريين في حته معينه ابعت ناس قريبوا هذا المسؤول او ذاك. ظني ان شيء من هذا حصل بطريقه معينه، مما ادى نمره 2 ان احنا ربما ما نكونش طبقنا المعايير الخاصه بي، ان انا بختار الطلب التلاميذ اللي انا بقابلهم على اي اساس، لان تاني انا قصة ان انا بجيب طلاب صغيرين من نفس المنطقه فبعلمهم نفس السلوك، مش القصه ان انا برضه هقبل طلاب او تلاميذ بالوسطه الطريقه المصريه للاشياء. ده كله على بعضه لما اتحط الملف قدام الرئيس السيسي من قبل الوزير طارق شوقي، رؤيه في هذا الوقت ان هو يتم تاجيل حتى يتم يكون هناك استعداد وتبتدي تطبقي روح المنهج بالفعل. بتشوف ازاي يعني مدى اهتمام او وزاره التربيه والتعليم ماشيه ازاي على خط تطوير التعليم بمصر؟ انا اتيح لي ان انا احضر ندوه مهمه للغايه كان او محاضره قالها الوزير الدكتور طارق شوقي على تطوير التعليم، قال كلام زي الفل ممتاز ورؤيه فعلا متقدمه وتنويريه. التطبيق بقى هو ده. وهو نفسه الراجل يومها قال ان احنا محتاجين نضمن ان ده هيتطبق، عشان تطبقي ده مش الوزاره وحدها، برضه انت بتكلمي على مجتمع طبعا ومؤسسات مختلفه واولياء امور ومدرسين. بتشوفي بالظبط اطراف العمليه التعليميه، يعني ان انا ازاي اقنع، انت بتحطي التصور دور الوزاره انها تحط التصور صح اللي هو تفك فيه الالغام او تنزع منه الالغام، ان مش القصه انه الناس هتجيب المجموعه في سنه ثالثه ثانوي، لا، ان انت هتبتدي من الصغر بحيث ان ثالثه ثانوي دي هتبقى سنه دراسيه عاليه جدا. ازاي هتطوري وسائل التدريب والتاهيل بتاعت الطلبه؟ هل هخلي الطالب بتاع الابتدائيه بشايل الشنطه اللي فيها 18 كيلو على كتفه ورايح، ولا احنا الجيل ده على فكره احنا انا كنت بشيل الشنطه وجالي اتب من الشنطه. غالبيه الناس لحد دلوقتي او ان انت بتعلميه في الابتدائي اللغات وبتعلميه مهارات اللي هي الهوايات والمهارات وتنميه الحس النقدي عنده، ها دي كلها حاجات يعني قبل ان نتكلم في التصور لازم يعني مصاحب ليه التطبيق بتاعه هطبقه ازاي. والقوه في قوه زي ما بقول لحضرتك، الناس بتوع الفراخ اللي بيقاوموا اشتريات فراخ رخيصه عشان ما يخسروش، في ناس في التعليم بيقاوموا اي تطوير لانه فيه مغانم ومصالح كبيره جدا طبعا بيكسبوها من اول، بيعملوا لوبي صحيح، مافيا السناتر ومافيا دروس الخصوصيه ومافيا الوكلاء الوزاره اللي معرفش بيترقوا بعضهم سمعت قصص معرفش جنيهات ذهب وحاجات قصص مهوله. ده مجتمع عاش فيه الفساد وتوطن واستوطن واستقر وعمل كل شيء، ولذلك اي حد بيحاول يصلح بيتعرض لحرب ضروس وصعبه جدا حتى وتحت دعويه حب مصر، والنوع ده هذا النوع الفاسد والمفسد اكتر حد يقول لك تحيا مصر ويقعد يقول فيها 500 مره حتى يختفي تحت، عشان يلاقي لفته كبيره يحارب يتخبى وراها. صح. فانت عايزه تغيري منظومه كامله من اول الطفل الصغير نهايه باخر حلقه وهي الدوله. ننتقل لجريدة المصري اليوم وتحت عنوان تركيا تعتزم التنقيب عن البترول شرق المتوسط ونرفض اتفاقية مصر وأبرس مصدر في البترول، مشروعاتنا تتم وفقا للقانون الدولي والاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة. تركيا في عام 2016 كانت يعني بتغير أهدافها الاستراتيجية في المنطقة العربية وبتعتبر نفسها دولة عظمى وبتحاول طبعا جاهدا ان هي تسعى لده. ازاي مصر تتعامل مع هذه الخطه اللي انقره بتنسق فيها مع طهران بمساعده موسكو، او نقدر نقول بقى غض الطرف يعني. طيب في الجزء ده المتعلق بالبترول ايران وموسكو ما لهمش صله كبيره.
يعني لأنه التنسيق التركي الروسي الإيراني أو التركي الإيراني الروسي ده قاصر في الأساس على سوريا، على حل الأزمة السورية ومفاوضات أستانا ومناطق خفض التوتر. لكن فيما يتعلق بالموضوع اللي احنا بنتكلم به وهو موضوع التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، احنا مصر لجأنا إلى الطريق الطبيعي ووقعنا اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص، وتم إيداع هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة، فاحنا عملنا الدور الطبيعي. في مشكلة كبيرة جدا اسمها المشكلة القبرصية، إن تركيا قامت بغزو جزيرة قبرص سنة 1974 واحتلت ثلث الجزيرة وأعلنت فيها حكومة اسمها حكومة قبرص التركية اللي كان برئاسة لفترة طويلة جدا واحد اسمه رؤوف دركتاش. الدولة دي أو الدويلة أو قبرص التركية لم يعترف بها أحد في العالم على الإطلاق إلا تركيا. فبالتالي الدولة الشرعية القائمة هي اسمها دولة قبرص، الرئيس بتاعها تم تجديد انتخابه أول امبارح. تركيا بتتحدث من هذا المنطق بناء على أنه قبرص التركية لها حقوق في البحر المتوسط، فيه خناقة كبيرة جدا اسمها خناقة الجرف القاري، خناقة الجرف القاري اللي هي تركيا بتقول أنها لها حقوق فيها باعتبار أنه فيه قبارصة أتراك. ده يضر بمصالح مصر في ما هو طبعا بيقول ان هو يفترض انه بيقول ان انا ليا حقوق مع قبرص اليونانيه، بما ان في خلاف على قبرص وان هي مقسومه نصين، فمن حق من وجهه نظر تركيا ان القبارصه الاتراك وبالتالي تركيا يحق لهم التنقيب او الحصول على جزء منه. احنا عملنا الدور اللي علينا ووقعنا الاتفاق، وقبرص اليونانيه او العاديه الدوله العاديه هي المعترف بها دوليا. أي إجراء تركي هو إجراء مخالف للقانون الدولي، وبالتالي ينبغي على مصر أن تدافع عن حقوقها بكل الطرق، حتى لو كانت عسكرية، كل الطرق. أنت عاملة اتفاق مع دولة الأمم المتحدة معترفة بيها، تركيا أنت مختلفة مع روح الأمم المتحدة، قولوا والله أنتوا مش من حقكم تعترفوا بالدولة دي. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا في نهاية جولتنا الصحفية أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. صباحك صباح الورد. مشاهدينا هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.